السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون يوميا سنقوم بشرح هذا الموقع. هذا الموقع اسمه كريبتو كابيتال، يعطي مكافأة، لذلك سنقوم بشرحه يوميا. سنقوم بإظهار تاريخ. كما تلاحظون، تاريخ اليوم هو 25 شهر 6 2021. سنقوم بإظهاره لبضع ثواني كي لا تحدث معنا أي مشكلة مع الموقع. ننتقل الآن إلى شرح الموقع. هنا تظهر الواجهة الخاصة بالموقع كما تلاحظون من هنا. هنا تظهر العملات التي توجد في الموقع، توجد العديد من العملات. وهنا يظهر تطورات هذه العملة خلال الساعات القليلة الماضية. هنا تظهر معلومات حول الموقع، معلومات حول الإيداع، ومعلومات بصفة عامة حول الموقع، كيف يعمل والخطط إلى غير ذلك. هنا يظهر إجمالي مستخدمي الموقع. الموقع استخدمه 37403 مستخدم. هنا أيام عمل الموقع. الموقع يعمل منذ 92 يوم، يعني يعمل منذ مدة طويلة. نتمنى أن يعمل لمدة أطول. هنا مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالموقع في حالة تريد أن تتابع عليها. هنا في حالة واجهت أي مشكلة في الموقع تقوم بمراسلته من هذه الخانة. كما تلاحظون، واجهة رائعة جدا. لتسجيل حساب في الموقع نقوم بالضغط على ساين أب من هنا. هنا تقوم بوضع الاسم الكامل. هنا تقوم بوضع اليوزر نيم او اسم المستخدم. هنا الايميل، البريد الالكتروني. هنا تقوم بوضع كلمة المرور الباسورد. هنا تقوم بإعادتها لتأكيدها من هنا. بعد ذلك تقوم بالضغط على هذه الخانة لتوافق على شروط الموقع، وبعد ذلك تضغط على الريجستر، ومباشرة ستقوم بتسجيل حساب في الموقع. بعد أن تقوم بتسجيل حساب في الموقع تضغط على الساين ان من هنا لتسجيل الدخول إلى الموقع. هنا تقوم بوضع اليوزر نيم الذي قمت بالتسجيل به في الموقع. هنا الباسورد، كلمة المرور. سأقوم بإدخال البيانات الخاصة بي، ثم نقوم بالضغط على ساين ان من هنا لتسجيل الدخول إلى الموقع. كما تلاحظون، هنا تختار العملة التي تريد أن تعمل عليها. هناك مجموعة من العمل، هناك اللايت كوين، إيديريوم، البيتكوين كاش، البيتكوين، الريبل يو اس دي تي، الداش كوين، داش كوين، ومجموعة من العمل الأخرى كما تلاحظون، داش كوين، دوش كوين، ترون، وبعض العمل الأخرى كما تلاحظون. مثلا نحن نقوم باختيار البيتكوين، نقوم بالضغط على بيتكوين من هنا. هنا يظهر الحساب أو الأكونت الخاص بكما تلاحظون من الداخل. هنا الرصيدي الموقع، وهنا مجموع إيداعي بالموقع، وهنا مجموع أرباحي من الإحالة، وهنا مجموع سحوباتي من الموقع. كما تلاحظون، هي هذه هي واجهة الحساب من الداخل. للقيام بالإيداع في الموقع نقوم بالضغط على ميك إن انفستمنت من هنا، نقوم بالضغط عليها. تقوم باختيار المبلغ الذي تريد إيداعه في هذا الموقع من هذه الواجهة كما تلاحظون. هنا الحد الأدنى هو 0.001 بيتكوين، نقوم بالضغط عليه. مثلا هنا يظهر أرباحك في الساعة 150 ساتوشي، وفي اليوم 3600 ساتوشي، وفي الأسبوع 25200 ساتوشي، وفي الشهر 108000 ساتوشي. كما تلاحظون، أرباح رائعة جدا. لإتمام الإيداع في الموقع نقوم بالضغط على ديبوزيت فاندز من هنا، نقوم بالضغط عليها. تقوم بإرسال لهم هذا المبلغ الذي قمت بتحديده مسبقا. تقوم بنسخ هذا الرابط، هذا هو رابط البيتكوين الخاص بهم. تقوم بالضغط على كوبي من هنا، وستقوم مباشرة بنسخ هذا الرابط. تقوم بإرسال لهم هذا المبلغ، وتقوم بتأكيد الإيداع، ومباشرة ستقوم بالإيداع في هذا الموقع. للسعر في الموقع نقوم بالضغط على وتدرو من هنا. أنا ليس لدي أي رصيد في هذا الموقع لأسحبه. كما تلاحظون من هنا، sorry you have no funds to make a withdrawal، ليس لديك أي مبلغ لتسحبه من هذا الموقع. عندما يكون لديك رصيد تقوم بسحبه من هذه الواجهة. هذا الموقع أيضا يعطي مكافأة على الإحالة. نقوم بالضغط على الريفيلرز من هنا، ريفيلرز. كما تلاحظون، هنا يظهر رابط الإحالة الخاص بك من هنا. تقوم بالضغط على كوبي لينك من هنا،
نقوم بالضغط على كوبي لينك من هنا، سيظهر معك كوبي من هنا وتقوم مباشرة بنسخ رابط الإحالة. تقوم بالترويج للموقع والحصول على إحالات وتضع نسبة مئوية من إذاعة الإحالات. كما تلاحظون لدي 5 إحالات لم أربح من أي منهما لأنهما لم يقوما بالإيداع. صراحة هذا الموقع رائع جدا، أتمنى أن تعملوا عليه. بالتوفيق إن شاء الله.